والله وبكل أمانة شغلكم مع الكلام أعطيكم العشرة اللي هي العشرة بأمانة، لأنكم مدققين على التفاصيل حتى اللي هي البسيطة، والله اللي هي أنكم مركزين على الأشياء البسيطة. يعني لما أنكم تشتغلوا في المكان تخلي المكان أفضل مما كان، وشغلكم جميل ما شاء الله، اللي هو الاسفنج جميل، كيف موري جميلة، حتى الخام اللي هو ملمس الخام جميلة، وشغلكم جميل ما شاء الله.